ترى ما توقعت يعني انه يستغنون عني بالطريقه هذه، يعني اقل شيء تكريم، اقل شيء اودع الجمهور النادي الاهلي، لانه انا ضحيت كثير، ضحيت كثير عشان له. يقول عمر السومة اصبحت انتمي لهذا المكان، اصبحت انتمي لهذا النادي، اصبحت اشتاق الى جده، اشتاق الى النادي الاهلي، اصبحت لا اتخيل نفسي في مكان اخر.